هات شوية يا عم. اوعى تضرب فول. لا لا ما تقلقش. ده محطوط تيست؟ ما بتستوش هنا؟ الله 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 الله. ايه ايه يا جدعان؟ يا جدعان انا متغدي، انا بتست بدوق، لو عجبني هيجيبوا لي اكل. يعني ده تيست؟ ايوه. احنا النهارده في المنوفيه جايين نحضر عيد ميلاد كرزة الفرايد تشيكن. مطعم جيمس مطعم مصري 100% وبيقدم فرايد تشيكن وسندوتشات، والنهارده بيحتفل بعيد ميلاده الخامس. يلا بينا نشوف الحوار ده. عاملين اكل ايه النهارده؟ فراخ بقى. فراخ؟ فراخ بقى؟ يعني ايه عيد ميلاد يعني؟ ما فيش تورته يعني ولا شبه ولا الكلام ده. الله، انا فاكرها سبيروس باتس يا عم. حلوه الفراخ دي بقى على كده؟ اه بالظبط. طب ما عايزين ندوق. ده محطوط تيست؟ لا لا مش تيست. مفيش تيست، ما بتستوش هنا؟ بنفسك يا فنان، يعني في تيست اهو. هو صوتكم من قليلة على الغرور. مفيش فرايد تيست؟ دي تيست. امال لما يعجبني هيجيبوا لي ايه؟ في سندوتشات تيست. انا بقى عايز اعمل اوردر العيد ميلاد. انا محتاج السندوتشات الجديده، عرض العيد ميلاد، عرض الكومبو كومبوهات، كنت سامع واحد بيقول لك عرض البوكسات، كل والتورته بتاعت العيد ميلاد، وايه في ايه جديد اللي انت عايزه كله موجود. هات كل اللي انا عايزه. مش النهارده عيد ميلادكم السابع الخامس؟ ماشي. خدت في الترابيزه اللي فوق. ماشي. دي سفينه دي ولا ايه؟ الحق يالا. كرسنا وبتاع والحاجات دي. قطان، عروسه البحر. شهندة، دي سفينة كور، اجي العب معاكي؟ مش قادر يا شهندة، كبرت. هلفلك. ماشي. اسمك ايه؟ شهندة. ريتاج. ريتان. ريتال. اسمك ريتال. الاسامي الجديدة. عندهم الترابيزات على شكل سفينة عشان كراسنا وبتاع، وعندهم فراخ برضو. سبحان الله، احنا كنا هنا قبل كده وهم عاملينها مربع. ايه يا عم المتاهة دي؟ انا مش لسه مقابل ريتال هنا؟ وهو الراجل اهو اللي قال لي جد. وادي المركب اللي الله عليك يا فنان. هو ايه، مفيش غيرك في المطعم ولا ايه؟ كيف انا شايف فراوله اهي. لا هي كده والله، ده في الكيوي كيه. انا هكتشف، سيبني انا هركب السفينه وانطلق اهي. حبيب حبيب هطير يا فنان. ما نبتدي بايه بقى؟ انا بلاقي فواكه. ولا ده تفاح شبه المسحب بتاع البيك. بس انا مش عارف. بص هو انت مفيش كرسان غيرك هنا؟ ده ايه ده بقى؟ استنى ما تقولش. قسطر بجبنة سايحة. والله يا عم الزوم يا عم. بص بقى، المفروض بنعمل كده. طب استنى وحمد كمه. ياكلها منين دي؟ ده الكاريبي، في تفاح، وده فراولة. كنت فاكره كاتشب. ده كويكي. كيوي، في كيوي. ايه ده بقى؟ ده كان موز وحد كاله. اخلص بس السناكسات دي واخش على السندوتشات الجديدة. هو ده ايه ده؟ هاليبينو. هو ده بقى، هو ده اللي انا بدور عليه. بص بقى نعمل زي ايه؟ مش هكتر. وديني نعمل هاليبينو بالجبنة. عايزين نحلي بقى. كويكي، فراولة، وتفاح. ابتدي بالايه؟ بالستروبريتي. مش عارف اسمه ايه، بس هو ايه يعني؟ ده اسمه تويتي كويكي عشان كيوي وحاجات كده. مش عارف، حاسه سندوتش حلو يعني. ده حل بيه. خمسه ونرجع لراوند 2. عاملين ايه تحت؟ مفرمه. في مفرمه تحت. عندكم الويل اشتغلت ولا لسه؟ وقف الراجل اللي بيعمل كل حاجه ده. ممكن نوقفه يحرس الترابيزه لحد ما ننزل ونيجي. ايه الاكل تمام؟ ستريبس ده ادوق يا جدعان. والله ما يلزق. احنا اتقابلنا في انسوميا يا محسن، خلي بالك من الراجل ده. الويل مش شغاله، تعالى احنا نشغلها. ايه انت عايز تكسب؟ تعالى لف الويل. يلا لف. مبروك، كسب قرمشه بضعف، خصم 50 جنيه. يا محسن 50 جنيه عند الراجل ده، هتدفعها على الكاشير وبعد كده حاسب بقى. قرمشه زياده، قطعتين ستريب يا عبد الجليل. 2 ستريب هنا، الراجل ده حاسبه عليهم. سيبنا عليهم. ما تحاسبوش عليهم. تعالى يلا، انت بتضحك على ايه؟ خش. ترطيب زياده، مشروب مجانا يا ميكس. سبيروس باتس لعبد الجليل. يلا بينا عشان ما يا نهار يا جت عليك. تعالى يا فنان اكسب. شيز ماد.
تعالى كده، حد بيعرف يقرا عربي؟ ايه دي؟ منس التشيز من مدني يا محسن، اديله اللي هو عايزه. تعالى انت ما لفتش، لف. ايه يا هتطيرها وطبق طير يا مسلحي؟ احمد 10%. كلمنا يا رب، حاسب العربيه هتدوسك. تعالى يا ريس، تعالى لف العجله يلا. حاسب السياره يا لهوي. تعالى نخش جوه عشان بس المصاره هيتدس، ده انا جابه من المانيا. اتفضل يا باشا لف. برضه البتاع اللي ما نعرفلهاش، لو عرفت تقراها هتكسبها. ما تشوفوا لنا يا جدعان مدير المكان يجي يقرا لنا الكلام اللي انتوا كاتبينه ده. اتفضل يا باشا لف. قرمشه الضعف، اسمك ايه؟ عبد الجليل. احمد 10%، 50 جنيه اكس ترابنتينو. ايه؟ انت شغال معانا هنا؟ انت بتسرق. كرمنا يا رب. انت ماشي كده عادي؟ لف يا باشا اكسب. انت يا ريس عهده يا ريس، ما تعملناش مشاكل. تعالى بقى لف عشان تكسب بقى. عيب ده انت صينيه رز، خليها رز وفراخ. يلا قلب حمزه 2 ريزو اكسترا تايم. هتطلع تودي المحشي وتيجي. طب ما تجيب صباعين. عاملين عروض حصريه من مطعم جيمس. هتكسب ما هو ما الحاجات قدامك اهي. يلا لف بس بالله عليك. على الهادي على الهادي، احنا هنا مش في الجيم. يا نهار اسود، ده احنا ممكن نولد بيك طاقة ما شاء الله. لازم حتى لو ما كسبتش، انت خش انت اطلب اللي انت عايزه. اعمل كمان واحدة، اعمل كمان واحدة بس بالله عليك، بالله عليك. قصرتها. يلا يا باشا، يلا يا باشا عشان ايه؟ تابع قفلتها عليك، قسما بالله ما مشغلها تاني عشان خاطرك بس. اهو يا سيدي، ده فرهدني يا راجل، ده انا جوعت بسبب. حبيبي يا فنان يا جدع، والله ما قلت الزوم حبيبي. طب بقول لك ايه، انتوا كنتوا عاملين العيد ميلاد فين؟ التورته والجاتوه والحاجات دي؟ لا دي بتلحق بقى في العربيه بتاعتنا. فرع بنها؟ لا يلا بينا، يلا يا باشا بينا نشربها في الطريق. بس اشربها برضه. انا في اي بي دخلوني يا جدعان، عايزين ناكل لقمه. الراجل ده معايا، عايزين المشروب الغريب ده طعمه حلو قوي يا جدعان. في واسطه عشان اخش؟ ده مستر ياسين. لا حسن مستر ياسين طبعا. جيم ليدر، اولاد السني. اولاد السني طبعا معروفين طبعا، اشهر من نار على الحله. واستاذ عز الدين عتائي، انا مش عارف هو في ايه. انا كنت وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شفت الراجل عايز عرض الكومبو العيد ميلاد ال في ايه؟ انا عملت ايه كل ده عشان عايز اشرب المشروب الغريب؟ امال انا كنت عايز اكل، هتعملوا فيا ايه؟ الله يخليك، الله يخليك. انا كل ما في الموضوع واقف بره بقالي ساعه، وكلمت مسؤولين وابن عمي محامي كلمته قلب الدنيا عشان اخش. كل ده عشان ازازه شنايدر. ودخلت عملوا عليها حفله، والمدير ومساعد الكفيل. اقعد يا راجل اقعد. بيأمنوني. وسع الطريق، وسع الطريق دلوقتي. انا المعلم. وسع الطريق، وسع الطريق دلوقتي. وجاي اعلم على التخين. وسع الطريق، وسع الطريق دلوقتي. افتح الطريق يا ابني عشان ما بشوفش قدامي. عايزين اي لقمه كده ناكلها، ما كلناش من ساعة ما كنا في الفرع الثاني. الله 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 الله. ايه ايه يا جدعان، يا جدعان انا متغدي ده ليه انا ده يا جدعان؟ والله ما قلت هنقنع طيب كده، هسناكس وخلاص. اقعد اقعد، شكلنا مطولين تاني. بسم الله. الناس هنا بيقدموا بالسفينه. ده كريم دي صوصات. ده جيمي، صوص جيمي بتاع مطعم، ده قريب صاحب المحل. لا انا هجربه دلوقتي حالا. صوص جيمي اوفر اندر حلو. تسلم ايد جيمي، اقسم بالله انا بتست بدوق، لو عجبني هيجيبوه لي اكل. يعني ده تست؟ اه. الناس هنا كريمه قوي. انت تاكل. اتفضل بقى، اتفضل معانا. خد خد. طب واحده لا انا مش قادر، انا هاخدها تيك اواي.
لو سمحت عايز زيت الكاوي. عينيا بس كده. استحلفك بالله بالذات صوص جيمي ده حط لي شويه عليه واقفله. تصطف بقى كله يسيب اللي في ايده ويجي يشتغل على السفينه دي. هلفها انا سبع مساعدين يجوا ورايا هلفها انا بنفسي. السفينه يا ريس السفينه خلي بالك بالله عليك. انتوا بتعملوا ده وش ليه؟ بالله عليك كل واحد يشوف شغله ما عدا سبع يجوا لي. خش معاه لف معاه لف معاه عايزين عمال للمطعم هنا. يا جماعه كده شايف واحد كلكم الراجل المحترم ده. الله الله يبارك لك والله. على فكره يا جماعه انا مدير المطعم. معلش يا باشا ده منطقه. بالله عليك تعالوا كده بص ممكن نتحد. انت هات الصف من جوه وانت هات الجردات بتاعتك وانا اكلم قرايبي من البلد نيجي بس نشوف المرمايه دي. حبيبي يا فنان يدوم المركب المركب كلها كل فنان. سلام عليك فنان. يلا يا باشا بينا من هنا. وبكده يكون الفيديو خلص. فأشوفكم الفيديو الجاي. هيب هيب.